اهلا عماد. اذا نهايه المباراه بفوز فريق الوداد الرياضي على فريق الترجي بهدف دون رد. يحضر معي هشام بوسفيان مسجل الهدف وايضا عميد فريق الوداد يحيى جبران. يحيى نبداو بعريس الليله ربما هشام مسجل هدف. هشام شنو يمكن تقول لنا على مباراه اليوم وعلى ايضا الهدف ديالك اللي ربما يكون مساهم ونتمنوا ذلك وان شاء الله غيكون هو اللي اهل الوداد نهائي السوبر الافريقي والدوري الافريقي ان شاء الله. واول هدف ضروري ان كان خصنا نماركيو. الحمد لله ان ماركينا واحد ولكن كان خصنا نماركيو اكثر من واحد. جاو دي زوكازيون اللي نقدروا نماركيو فيهم ولكن الحمد لله 1-0 ماشي نتيجه سهله انك ديرها هنايا وخفتي رانا وقدام الجمهور ديالك وهذه لان تعاوننا بزاف في المباراه اللي جايه في رادس. وحنا غادي نوجدوا ان شاء الله لان المهم هو اننا نجيبوا التاهل من تما وهذا هو لك. شكرا شكرا هشام.